الرسمية الأخرى على أن تنتهي إن شاء الله في 30/6 السنة الجاية. الاسم المقترح لكرة الدفع الوطنية وخطة نشر الكروت الوطنية. بنحمد ربنا أن في آخر مجلس قومي للمدفوعات تم إصدار واعتماد المواصفات بتاع الكارت الموحد، والكارت الموحد ده كمواصفات يقدر إزاي يخدم على الخدمات الحكومية، بيخدم على المواطن في تأديته للخدمات. وبالتالي البنوك دلوقتي مع البنك المركزي قدروا بالمواصفات دي انهم يوصلوا ان يبقى ده الكارت الجديد اللي يؤدوا عليه الخدمات. الخدمات دي زي ما احنا عارفين في خدمات كتيرة بتؤدى للمواطنين، الكارت ده بيستوعب المواصفات الجديدة بتاعت الدفع والتحصيل، عليها الناشونال سكيم الوطنية اللي تم اعتمادها. نمرة 2 المسمى بتاعها الحالي لحد علمي ميزة، والكارت ده هيستخدم في جميع التطبيقات بتاعت الحكومة، بالتالي هتقدر الدولة تدي مميزات إضافية للمواطنين، وفي نفس الوقت يقدر يستوعب كل الخدمات اللي المواطنين عايزة تاخدها من الدولة.